كيف أثرت صراعات النفوذ الإقليمية على الأزمة في اليمن؟ وما هو واقع الصراع بعد نحو 4 سنوات من انقلاب الحوثيين؟ هل نجحت إيران في فرض نفسها على معادلة الصراع في اليمن كما في غيره؟ ما مستقبل السلطة الشرعية؟ وهل تعود إلى حكم اليمن مجدداً؟ أم أن البلاد ستواجه خطر التشظي والانفصال؟ أسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان مستقبل الشرعية في اليمن في ظل التجاذبات الإقليمية.